ألوانها بتأني. سيبك من الأسود والبني، خليك في الألوان الفاتحة، تلقى حياتك تضحك ليك. تك تك اهدى في ناس عايشين عالفل والطعمية سنين، ناس تعبانة وطفحة الفوتة لكن بعشتهم راضيين. دنيا فلوس في فلوس في فلوس، قالوا إن المنحوس منحوس، يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس. هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشرهان. أشكال على ألوان، مثلا أنا الناس بتشوفني في الدنيا بيحصل قلبان. وهي الدنيا ناس غير إيه؟ ميك اب، روش، فستان، سنين، فيلا كبيرة وعربيات، وعندك اللي بتحلم بيه. أنا بقى شبهي في خلق كتير وحياتهم كلها مشاوير، هحكي عن الناس الغلبانة مش عن وش ولا عن. أصلها مش ناقصاكي كمان. يوم ورا يوم ولحد ما يكمل 30 يوم، وما بين عيشة قصر وبدروم، هتشوفوا حكايتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقول. اوعوا تروحوا شمال ويمين، لغز وحدوتة وأغاني كمان، افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوني اللي وشريها. وسهلا يا اهلا وسهلا بالامم المتحده، دي الدنيا كلها نورت. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا يا فندم، اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب. اهلا 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 بحضراتكم افنزيم. انتوا بتتكلموا عربي؟ حضرتك ده الصحفي التركي المعروف مستر شيش كباب، هو الوحيد اللي بيتكلم عربي. انا اهب مصر كتير، انا عشت مع انا في اسكندريه، كانت تبيع بقلافه على الامه، وكانت عايشه مع جده الخواجه كرياكوس. ده اسكندراني ولا تركي ولا يوناني ولا ايه حكايتك؟ انا ما حدش يتوقعني. دي بقى انسه بيف ستراجانوف من روسيا وبتتكلم روسي بس. بريفيت. اهلا اهلا. ده بقى مسيو اليخاندرو كوليسلو، المصور الاسباني وبيتكلم اسباني مكسر. بيبا اسبانيا ألسات لوس براسوس إيخوس ديلي وإسبانيول كيبو البير السخير غلوريا لا باتريا كسوبو السخير سوبر الاسول ديل مار الكامينار ديل سول. وجيتك من آخر لبنان مسلوب الفكر وتمع. أنا ما هاجش توكان. هو حضرتك مين بقى يا فندم؟ حضرتك أنا المترجمة. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورت والله. بس انا واخد على خاطر من حضراتكم شويه يعني. كنت اقول ان انتوا جايين ولا حاجه، كنا دبحنا، كنا صحينا المساجين استقبلوكوا يقعدوا معاكوا كده يعني. ايش حاجه بس باري يا بودو غفرتنا ربوتي. ام ذي هاف فيكيشن
بتقول لحضرتك ان احنا بلغنا الامم المتحده لكن هم ما بلغوكوش عشان هم تقريبا عندهم اجازه بمناسبه عيد القمح. طب يا ست كل سنه وانتم طيبين والامم المتحده كلها طيبه. هو مين بقى اللي ماسك مأمور الامم المتحده دلوقتي؟ معلش ممكن استاذني بس الاخ اللي بيصور بس خليه بعيد عن الكرش شويه. شكاسكس بوري كرشا ميامانتي نويبو. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ شكاسكس بوري يا خدش بس ما تريت ميستا. We go first check the place after you prepare food. Maybe after we can drink vodka, whiskey. بتقول لحضرتك ان احنا عايزين ناخد جولة في القسم على ما تحضروا لنا الغداء والفودكا فيسكي. هنايا حاضر فندم هنايا. يا خاتشو دفاي كيلوغرامين ياسا. بتقول لحضرتك يا ريت لو الغداء يكون 2 كيلو لحمة واربعة حواوشي من عند شعراوي. هنايا هنايا. اجورتسيه بامدوري. وزود الطحينة والبتنجان. ممكن كمان نجيب لكم مية سلطة معاها. يا ريت لو امكن يا عسل. تحبوا تبتدوا الجولة بإيه؟ إيه رأيكم في السجل المدني؟ هناك الفيو تحفة. مأمور أنت تقول إيه؟ إحنا حقوقيين حقوقيات، صحفيين صحفيات، إحنا عايزين نخش زنزانات نشوف مسجونات وهم يقعدوا على قرافيسات. قرافيسات؟ عيب، هو أنا تلميذات؟ عينيا عينيا حاضر عينيا حاضر. يا مغربي. أيوه يا فندم. جاهزين يا ابني؟ جاهزين يا فندي. تفضلوا يا فندم تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلوا. ايه اوكي. تفضلوا يا سيدي. خليك مأمور انت. تفضل تفضل يا فندم تفضل. يا اهلا وسهلا بالامم المتحده. تفضل يا فندم تفضل. دي الدنيا كلها نورت يا فندم. اهلا وسهلا اهلا. تفضل يا فندم تفضل. دول يا فندم الاوضتين. اوضه لحجز الرجال واوضه لحجز السيدات. بس احنا المعلومات اللي عندنا انها اوضه واحده بس في القسم تحت السلم. لا يا فندم طول عمرهم اوضتين تحت السلم يا فندم. اوضتين. طب ثانيه بس عندنا اجتماع. شكوزي شوزي بس فوز كيرز بيروز لا بوليسيه هنا امورس بيروز. هنعمل ايه في المصيبه دي؟ بيقول لك اوضتين. فين الاوضه اللي فيها الفلوس فيهم؟ ده كله سبب الزفت عم بندق ما بيقولش الحاجه على طول على بعض. ما هو ما يبقاش عم بندق لو ريحنا، لازم يحط لنا العقده في المزمار. منشار حلو المزمار مش مشكله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المأمور قدامنا والاوضتين اهم، هنخش ازاي؟ مش عارف. هو في حاجه يا فندم؟ لا لا هم بس مستغربين يعني ان انتوا فاصلين الرجال عن الستات ليه؟ لا يا فندم ما تستغربوش ولا حاجه، اصل احنا محافظين جدا. مفهوم مفهوم. تحب حضراتكم بقى نتغدى الاول ولا نخش الحجز ولا تحت امركم عايزين تعملوا ايه بالظبط؟ شكاسكس بيس كورس فاري وي جو فينيش ميشن فيرست. هنخش الميشن فيرست يعني نخش الحجز يا فندم. الحجز من تحت امرك يا فندم. يا عمران يا فندم افتح حجز الرجاله يا ابني. تحت امرك يا فندم. اتفضلوا يا فندم اتفضلوا اتفضلوا يا فندم اتفضلوا يا فندم. ايه ده؟ احنا في الزنزانه ولا في العيد؟ ايه راي حضراتكم يا فندم؟ شفت المساجين عندنا عايشين ازاي؟ عشان تبلغوا الامم المتحده ان المساجين بتوعنا عايشين عيشه زي الفل. مأمورات دي اشتغالات. فين المسجونات اللي في السجونات يقعدوا على قرافيسات؟ شهاده لله يا فندم الكذب خيبه. اللي انت شايفه ده يا فندم ده موجود على طول. اللي زاد بس يا فندم النهارده هم شويه البالونات. عشان عيد ميلاد عم حسين. كل سنة وانت طيب يا عم حسين. شفت يا فندم؟ كأنه منتجع بالظبط. احنا يا فندم مسمين الحجز بتاعنا هاسيندا يا فندم. وكل حجز يا فندم ملحق معاه جنينة. إن شاء الله في التطورات والتوسعات اللي جاية هنبني 3 حجوزات. وكل حجز قدامه جنينة عشان اللي يحب يشوي وكده يعني. فوتن كوتن باكسن بس ما تريتسكت. بتقول لحضرتك يا ريت لو نفضي الزنزانه خالص من كل المساجين عشان نرفع المقاسات ونتاكد ان العدد مناسب للزنزانه. تحت امرك تحت امرك يا فندم. في ميزه بقى كمان في السجن عندنا يا فندم. احنا بندي كورسات انجليزي للمساجين. ليسن تو مي ليسن تو مي ستاند اب. بعد اذنكم يا رجاله هنطلع بره شويه عشان المقاسات بس. استنى 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 يطلعوا بره ايه؟ دول مجرمين وهربانين من العداله. دعوه
احنا لازم نمشي من هنا حالا فعلا. We have to leave. يا سعادة البيه دول عصابة النجوم. عصابة نجوم ايه يا مجنون يا اهبل انت؟ دي الامم المتحدة. خرب بيت البرشام اللي بتاخده. انا اللي باخده برضه. امم متحدة ايه ونيلة ايه يا سعادة البيه؟ دول عصابة النجوم وانا حاسبة لسعادتك اهو. اتفضل يا سعادة البيه واهو. بتعمل ايه متخلف ديداني بجد؟ الواد ده اسمه هاني يا سعادة البيه. احنا عملنا مقلب في حضرتك ودي كانت الكاميرا الخفية وده فعلا اسمه هاني. حتى ده برنامج هاني في الزنزانة. هاني في الزنزانة هاني في الزنزانة ده في ايده جراب جواه وبقاب جواه. اوعى تزعل مننا واحد ابوك. سقفة بقى لحظة المأمور يا جماعة. بس هنا بس هنا نقول باي باي للكاميرا اللي فوق. يلا بينا يلا. أمم متحدة؟ حد قال لحضراتكم ان انا خديك شرطة تعليم مفتوح ولا مأمور الملاهي؟ ها؟ جيتك من آخر لبنان ها؟ عشان ليك نصيب تتنفخ في مصر وده اللي بيتكلم أسباني مكسر؟ هلحمهولك. صور فوق وتحت ها؟ فوق وتحت. أنا أعمل معاك واجب بقى، هصورك وش وجنب ملك وكتابة. أيوة لطيف ملك وكتابة. ودي لزمايلك عصابة النجوم إن شاء الله يتحكم عليهم بمئة سنة سينما. ايوه حزايا يا اختي. عمران اي فندم العيال دي. حاضر يا فندم. اتفضلوا تمام انتوا اهي اهي. اتفضلوا خش يا حبيبي. اتفضل خش. رايح فين؟ ليه يا عمران؟ ارجع انت عمران. ليه؟ ادخل انت يا عمران. اتفضل جوه. خليك هاتهم كلهم. عمران ليه؟ ليه يا عمران؟ هاتوا لي المعمور. ليه والنبي؟ ليه؟ الله يخرب بيتك يا ابو الدهبي. يا فجركم يا جبروتكم يا قدرتكم خلاص خلصتوا الفنانين وهتلفوا على ضباط الشرطه. كنتوا فاكرين ان انتوا هتعرفوا تهربوا مني. بعينكم يا باشا. ده احنا قعدنا نص يوم في القسم لا مؤاخذه ما حدش حس بينا. اخرسي اخرسي حضره الضابط. حضرتك انت تخرس خالص خالص. انتوا عارفين متقدم فيكم كام بلاغ؟ عليكم كام قضيه؟ اولا شروع في قتل الفنانه هند صبري، ثانيا شروع في قتل الخليل كوميدي هو يستاهل بس في الاخر ده بني ادم، ثالثا سرقه الفنان احمد فهمي، رابعا بيومي فؤاد مقدم فيكم 30 بلاغ منهم بلاغ انه ما خدش اخر دفعه، وفي الاخر عاملين لي فيها بتوع حقوق انسان. حقوق انسان يا باشا؟ والله ده احنا بنهزر. والله بص انا لابس بتاع شاورما. شاورما؟ ده انا هحطك على السيخ. وانا كل ما حد يشوفني يحطني على السيخ. ايوه انتوا عارفين مجموع الاحكام عليكم كام سنه؟ 120 سنه سجن. هتتسجنوا سنة سنة وتتنفخوا سنة سنة. يا فندم هو في حد بيعيش 120 سنة؟ ما تقطعش قول إن شاء الله. يا حضرة الضابط أنا عايزة أعترف على نفسي، أنا السبب في كل ده، أنا اللي رجرجتهم ورايا. جرجرتهم whatever ودبستهم في كل الجرائم والمشاكل دي. نيلي أنت بتقولي إيه؟ أنت كده هتودي نفسك في داهية. بس يا سيف أنا المسؤولة حضرتك عن كل الحاجات دي، هم مالهمش ذنب ما تسمع لهمش. ايوه يا حضره الضابط هي المسؤوله عن كل حاجه، هي دي العقل المدبر، هي دي ونوس يا فندم اللي قاعد يغوينا واحنا فقراء وغلابه واستغلت جهلنا. سوري يا ضابط هاني واطي. المفروض بقى اصدق انا المسلسل التركي الاوفر ده واسيبكم تمشوا. يا فندم مش تركي، سوري سوري. وات ايفر. هتتنفخوا يعني هتتنفخوا، وهتتحبسوا يعني هتتحبسوا 120 سنه. يا امين مغربي تعال خده. استنى استنى. طلب بسيط. ممكن ناخد مع بعض سيلفي برياكشن الجريمة لا تفيد؟ ممكن. يلا يلا. بس هتعمل لنا تاج بقى كلنا. تاج وكل اللي أنت عايزه. عينيا. يلا خش خش خش. حلو قوي، الولاد هيفرحوا بيكوا جدا، أنا مبسوط والله العظيم. خدهم يا أمين على الحجز. طب ما نصور شوية صور كمان كده يعني أوضاع مختلفة. امشي. امشي. جميلة جميلة حلوة، الولاد هيفرحوا بيها جدا. ادخل قدام مني يا مسجون انت اهو. ادخل. ايه ده؟ هما لحقوا يشيلوا البسين اللي كان هنا؟ انا كنت هموت واستحمى. اكيد البلدية هي اللي شالته يا سيف، ما هو ممنوع برضه بسين جوه الزنزانة. تخيل بقى لو كنا نزلنا فيه دلوقتي بعد التعب اللي احنا فيه دوت كنا ايه؟ الحمد لله. قاعد انت اهو تلاقي هنا. حلو اللي انت عملته ده.
عملت ما عملتش حاجه؟ انت سمعت؟ ايوه انت لسه يلا حلو ده عشان الناس تخاف منك يعني؟ لا انا ما عملتش كده يا ابني، انا سامعك بودني اهو. بس 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 مش بقول لك تعالى تلاقي حياتك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين ده هاني؟ ده تقريبا الرجل الاخضر بتاع ماونتن فيو، بس تلاقي جيرانه عملوا له ازعاج او ما لقاش راكنه يعني. لعلمك ده اصلا طالب في ثانيه هندسه. يلا يا خفيف انت اهو، كل واحد يقلد نفسه. يلا يقلد نفسه ازاي يعني؟ كل واحد يجيب معاه القهوه يعمل كده لنفسه. ظريف ظريف وخفيف. يا تصدق انت كبرت في نظري قوي. خلص نفسك، طلع اللي في جيبك. يلا امني، طلع اللي في جيبك. حاضر من عينيا. اتفضل محفظتي ايه؟ انا معيش حاجه. لا يعني ايه معيش حاجه؟ اديله اي حاجه. معيش حاجه و... اديله مراتك، اديله كليتك. طب استنى بص بقى، شفت معايا ده؟ يا اختي جميله عسل اهو كده، بقيت معلم بصحيح. ماشي مع المعلمه؟ لا ماشي مع الجربيه البستاج. طب يلا انت اهو اطلع هنا. شوف بقيت معلم. اه السند ده هيخلي الناس تخاف منك قوي على فكره. طيب خلص. طيب ماشي. بص يا معلم واحنا بنعدي ما تزعقش لحسن تطير راسنا ولا حاجه. يلا يا مسهوكه يا اختي يلا. يلا انت مسهوكه؟ قال لك انت مسهوكه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا، شرفتوا. يلا يا خاين. وايه الجديد؟ بتبلغ عننا يا ضحي؟ اه يا حبيبي ابلغ عنكم. خش السجن لوحدي؟ اه تونسوني. ايش مسيرها ترو وتحلى. لا وسايبينك هنا بشعرك ده كده؟ لا يا حبيبي، لا تقول كلام في محله يا تقول حله يا حله. سيبك من ضحي اللي كان بيهرج معاكوا بره، انا هنا تقيل وتقيل قوي. اه يا ضحي. ايوه يا معلم. حسي ايه؟ ونسي الجهاز معاك. والله ما لحقت يا معلم، الفرده الواحده قد كده وبتاخد يوم تلميع وعلبتين ورنيش. اديني بس حضرتك يوم تاني المع لك الفرده التانيه. خلص نفسك عاد. حاضر يا معلم. حسي ايه؟ انا اسمع عن جزمه 40 جزمه 45، لكن 145 والله ما شفت. واجي امسك الفرده الاولانيه الاقي فيها واحده ست وعيالها ومش لاقيين ياكلوا، والتانيه ماجرها للطلبه المغتربين. انت طلعت مسخه بقى وبتمسح الجزم. اخرس انت والطاري اللي معاك. طاري؟ انا مبقتش طاري. لعلمك انا دخلت اسام اكتر منك. سيف الطيب مات وانتوا اللي قتلتوه. من النهارده انا ما اسميش سيف. من اسمك ايه؟ ناصر الدسوقي. بس يا بابا، بس يا بابا يا حبيبي، روح اقعد في اي كورنر يا حبيبي، ما توجعليش دماغي. يلا يا اخويا رب عيالك، رب عيالك. تتحداني يا ضحي؟ ايه تتحداني؟ اه اتحداك وقصاد الرجاله دي كلها. معايا هاني؟ سيبني انا احكم. طول عمرك نادل يالا. الرهان يا جماعه مش اقل من السيجارتين. تقولي اي حاجه يا شيرين؟ هقول ايه في الظروف دي؟ معرفش. قولي اي حاجه بس ما تفضليش ساكته كده، انا خايفه. لا بقولك ايه، انا مش عايزاكي تخافي. فكي كده، لسه قدامنا 120 سنه سجن. لا يا شيرين لو سمحتي ما تقوليش كده في وشي، انا ما اقدرش استحمل 120 دقيقه في السجن ده. انا عايزه بس اقعد. احرز ما تلمي رجلك يا بيه، احنا مش قلنا مكانكم البلاطين دول؟ ما شوفش صبعك يعديهم. معلش بس حضرتك بتزعقي ليه؟ وبعدين بصي انت واخده سبيس قد ايه بالحاجات بتاعتك، وانا وهي مزنوقين ازاي؟ طب ادينا بلانكت حتى نقعد عليها. هو ده نظام الحجز عندي، لو مش عاجبك بلغي يا اختي البوليس. لا بقول لكم ايه، اتمسوا وقولوا يا ماسة، مش عشان انا لابسه لكم التاييه ده ابقى خلاص بنت ناس. ده انا معفنه ما تعرفونيش. ما تعرفين يا اخي انت مين؟ مساء الخير يا فندم، حضرتك انا شريهان عبد الحليم، خريجه بكالوريوس اعلام دفعه 2007. وبيدلعوكي يقولوا لك يا شوشو. احيانا يا فندم. طب يلا يا اختي انت وهي، هزي انت والبنت الصفراء اللي معاكي دي. نعم. بقولك هزينا انت والبنت دي. ايوه يا فندم اوكي، نهز ونعمل كل اللي حضرتك عايزاه، ما عنديش اعتراض، بس نهز من غير مزيكا. صدقي عندك حق، يلا بنت انت وهي وسعيلها وشغلوا المزيكا، خلينا ننبسط. يلا يا عم.
الحفلة دي معمولة عليكو؟ يا نهار أبوكو أسود أسود أسود. دلوقتي هنبدأ التحدي يا رجالة. ابدأ يا معلم ضاحي. لا يبدأ أول أول. لا يبدأ أنت الأول. لا يبدأ أنت الأول. خلاص طالما أنا اللي هبدأ يبقى اللعب على الأب وعلى الأم وعلى المشرحة. موافقين؟ موافقين. حس كده يا رجالة، يبقى الرهان على سجارتين واللي يرجع يبقى عيوطة. موافقين؟ موافقين. ابدأ يا معلم سيف. أبدأ؟ ابدأ. الرشاقة دي يا معلم. يلا ضاحي. حصل تعادل يا رجالة. كده بقى هننتقل للمستوى الأصعب، للمستوى الأخطر، للمستوى الأشرس. هنلعب عامية. عامية؟ أيوة. ابدأ. أبدأ. ابدأ يا مسيف. حاجة سعيد، أنت اتنين بوسطن؟ أيوة. ماشي. أنت واحدة بالمونت أنت. سيف. ماشي. أبدأ. ابدأ. أبيكا عامية. 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 أبيكا عندك وقف من وش. مبسوطه مني يا معلمه؟ امشي بقى. حاضر. وانت ايه اللي جابك بقى يا خالتي؟ محبوسه على ذمتكم يا اختي. قال ايه؟ بتستر على مجرمين، مع ان انا قلت لهم على كل حاجه اعرفها بس ما صدقونيش. طب وفين ماما ميمي؟ ماما ميمي عملت فيها عبيطه يا اختي. قال ايه؟ ما بتسمعش وما بتفهمش وما بتتكلمش، وخدوها على الخنكه. يا حبيبتي يا ماما ميمي. يا حبيبتي يا ماما ميمي. صباح، انا عايزه اقولك حاجه للمره 9 مليون. انت بجد جامده، بس انا مش عارفه احنا من غيرك كان ممكن يحصل لنا ايه. لا بقولك ايه، انا عايزاكي تجمدي كده وتمسكي نفسك. انا مش باقيالك هنا يا حبيبتي، انا ممكن اخرج في اي وقت من هنا، انما انتوا قاعدين قاعدين. لا بليز ما تقوليش قاعدين، احنا ممكن ناخد براءة. براءة من انهي قضية يا نيلي؟ ده احنا حتى معناش فلوس نقوم محامي. اه صحيح، انتوا عملتوا ايه في موضوع الفلوس بتاع جدكم؟ الله يرحمه ويسامحه بقى. بصي، الفلوس تقريبا موجودة هنا. هنا فين؟ مكتوب في القصة اللي في المجلة
ان الفلوس موجوده في الاوضه السحريه اللي تحت السلم، يعني يا اما الاوضه دي يا اما الحجز بتاع الرجاله. هنا فين؟ انتوا مجانين؟ ايوه يا خالتي، ما هو الاسم ده كان بيت عيله جده زمان. شوفي ازاي. ما تطلعي كده اشري هنا المجله يمكن نفهم حاجه. يعني اللي اطلع المجله ليه؟ ما هي معروف اللي فيها. ميكي كان بيلعب شطرنج مع دونجل في الاوضه السحريه. بس ايه علاقه دونجل بالاوضه السحريه بالشطرنج؟ معرفش، ما انا قاعده معاكي زي الهبله اهو. شيرين ايه؟ بصي على الارض كده. مالها بقى الارض؟ يعني ليه هتقعدي تقولي لي معفنه ومطربه؟ مش وقت تناكه خالص. لا، الابيض والاسود ده مش بيفكرك بحاجه؟ عادي، بيفكرني بالحمار الوحشي مثلا. يا غبيه، البلاط الابيض والاسود الشطرنج.